ناري أصوات المديح حيوا في أياري ذي أم المسيح سلام سلام لك يا مريم سلام سلام لك يا مريم. قالت العذراء للقديسة ماري ألفونسين: إن الوردية هي كنزك، اتكلي على رحمتي وأنا أدبرك. يا رب نأتي إليك مصلين من خلال قديسيك، من مزار القديسة ماري ألفونسين في السلط، في ذكرى تقديسها هي التي تحلت بالفضائل الإلهية والإنسانية، قديسة الصمت والصلاة والتواضع، عاشقة العذراء وكاتمة سرها. نأتي إليك بثقة الإيمان والرجاء والمحبة في زمن الجائحة التي تجتاح العالم أجمع، وفي هذه الأيام الصعبة نأتي إليك يا رب من خلال أمك السيدة الوردية المقدسة والسبحة الوردية بين أيدينا، رافعين صلاتنا إليك يا رب السماوات والأرض، أن تشفي وتغسل أولاً قلوبنا وبيوتنا من داء الخطيئة، وأن تغسل العالم بأسره من المرض ومن هذا الوباء بشفاعة القديسة ماري ألفونسين. آمين. نقدم هذا البيت من المسبحة عنية الرهبنة وعنية الدعوات الكهنوتية والرهبانية. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،
مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يا يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم وخذ إلى فردوسك كل النفوس وخصوصا تلك التي بحاجة أعظم إلى مراحمه. سلام سلام لك يا مريم سلام سلام لك يا مريم يا مريم أمنا يا سيدة الوردية المقدسة دعينا نعيش أسرار الفداء على مثال القديسة ماري ألفونسين وكل منا يقول معها أنا ذبيحة الوردية لكي تزدهر الكنيسة بدعوات صالحة فتية مضحية ومطيعة ومسرعة لمساعدة المحتاج وخدمة القريب في أفقر الفقراء. أيتها القديسة ماري ألفونسين في الذكرى الخامسة لتقديسك نطلب بشفاعتك من الرب بإيمان وثقة ومن أمنا مريم سيدة الوردية المقدسة نعمة الشفاء من هذا الوباء للعالم أجمع آمين. أيتها القديسة ماري ألفونسين صلي لأجلنا وعلمينا أن نخدم الله والقريب بصمت وتواضع آمين. يا سيدة الوردية المقدسة صلي لأجلنا.